طيب النهارده احنا بنتكلم النهارده 4 اغسطس 2021 يعني من 20 سنه كانت مباراه القرن او لقاء القرن، نادي القرن في افريقيا النادي الاهلي ونادي القرن في اوروبا نادي ريال مدريد. في مثل هذا اليوم من 20 سنه الاهلي لعب مع ريال مدريد، وفي هذا التوقيت من 20 سنه ريال مدريد كان بيضم افضل لاعبي العالم، فريق الاحلام زي ما بيقولوا، روبرتو كارلوس، لويس فيجو، راؤول جونزاليس، عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين، وديل بوسكي النجم طبعا والمدرب الاسباني كان بيقود وقتها نادي ريال مدريد. هذه المباراه هي مباراه لا تنسى، النادي الاهلي نادي القرن والملك المتوج على عرش القاره الافريقيه فاز على ريال مدريد بطل اوروبا التاريخي في هذه المباراه بهدف دون رد احرزه صندي. هذا اللاعب النيجيري يمكن هو ابرز هدف وابرز حاجه في مشوار صندي مع النادي الاهلي، لكن طبعا هدف لقيمه. النهارده هو بعد 20 سنه بنستعيد الذكرى وبنتحدث عن هذه المباراه. خالد بيبو عمل مباراه عالميه، كره في العارضه، علاء ابراهيم كان عنده يعني فرص كانت صعبه جدا في احراز اهداف، يعني كان في فرص كثيره جدا. عصام الحضري تالق في هذه المباراه وتصدر لاكثر من تسديده لروبرتو كارلوس. مباراة كانت كبيرة، حضر فيها جمهور غفير من جماهير النادي الأهلي، ما يقرب من حوالي 80-90 ألف متفرج ملأوا جنبات استاد القاهرة في هذا اليوم العظيم 4 أغسطس 2001 منذ 20 سنة. ودايما بنتذكر كل ذكريات الأهلي الإفريقية والدولية قدام كل هدف طبعا، وعلى إبراهيم وتميزه. طبعا علي إبراهيم كان من اللاعبين اللي دايما بيحرز الأهداف الصعبة، لكن في الأهداف السهلة تلاقيه ما تعرفش قدام المرمى كده ما كانش بيقدر يجيب اهداف بسهوله. لكن المباراه كانت كبيره جدا، الاهلي عمل فيها مباراه كبيره، كانت بدايات على فكره الصخره وائل جمعه مع النادي الاهلي، كان اول سنه انضم فيها وكانت بدايه وائل جمعه. جيل منتخب مصر الاولمبي اللي لعب في 2001 كاس العالم في الارجنتين كان موجود في هذه المباراه، احمد ابو مسلم، ابو المجد مصطفى، وعدد من اللاعبين. ذكرى طيبه جدا وكلنا طبعا بنتذكرها، لكن ما نقدرش ننسى هذه الذكرى الطيبه. نادي القرن في افريقيا في القرن العشرين وحاليا في القرن الواحد وعشرين، دائما الأهلي هو المتصدر والملك المتوج على عرش القارة الإفريقية، ودائما بيشرف الكرة المصرية إفريقيا ودوليا.